أعلنت الأمم المتحدة رسميا إطلاق السباق لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة، ومن المقرر أن تنتهي فترة الأمين العام الحالي بان كي مون وزير خارجية كوريا الجنوبية السابق نهاية العام المقبل، وذلك بعدما شغل المنصب لولايتين استمرت كل منهما 5 سنوات. ويفترض أن تتولى المنصب شخصية تنحدر من إحدى دول أوروبا الشرقية بحسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.